السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي فكرة حلوة. إذا عندك الماطور مات الثلاجة عالية تجي مثل الصينية، شلون هسه هذه هاي تجي فوق الماطور تلم تلم المي وتبخر على الماطور. يعني هاي الصينية تجي على الماطور هذا هالشكل تجي، وهذا المي مات الثلاجة يتجمع بالصواندة يوقع عليها يتجمع بهذا الحوض او يعبر للحوض الثاني، هذا الحوض الثاني. فهذه تبخر المي، وهاي طريقة يعني هي حلوة. الفكرة اللي عندي اذا هذه خربت شلون نسوي من الحرارة وحرارة الماطور ومي قليل يجي عليها فتية. بس هذه الفكرة اللي عندي، نجيب القدر هذا مال السفر يستخدم مرة واحدة من محلات الغذائية، هذا هالشكل نخليه فوق الماطور ونخسفه للداخل ونسوي نفس هذا الحوض. يعني بعد هذا يظل المي يوقع عليه، من يوقع عليه المي هذا ألمنيوم، فهذا مرن. شو ما تريد تسوي تسوي انت تقعده، فسهل كل السهل شغلته. وهذا يعني يوصل الحرارة أسرع للمي فيبخر المي وبعد ما عليه شيء إن شاء الله، لأن هذا الحوض ما يتحصل بسهولة، يعني ما إلا ما التفسيخ ما يجي جديد، فهذا موجود متوفر. شو ما يريد يخسفه يخسفه هذا هذا يعني بيده كل السهل. هسه بالختام نقول أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتابع القناة على اليوتيوب، بس تكتب إيجابيات يوتيوب بالعربي بالإنجليزي كل شيء تكتب تطلع، وحتى تشترك بالقناة وبها أفكار عملية أكثر من هذه. وشكرا لكم.